السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا ومسهلا بكم مشاهدينا الكرام في هذه التغطية الخاصة لمعرض كتارة الدولي للصيد والصقور في نسخته السادسة وفي يومه الرابع، والتغطية مستمرة على شاشتكم، شاشة قناة الريان الفضائية. حضور جماهيري كبير من المهتمين بالصيد والصقور، سواء من الزوار أو الهواة، وأيضا تواجد غير مسبوق من الشركات المحلية والعالمية المتخصصة بمختلف أنواعها، وأيضا حضور أصحاب المبادرات المميزة. وهذا المعرض مستمر حتى 10 سبتمبر الجاري، وإحنا في قناة الريان مستمرين معاكم على التغطية لليوم إلى اليوم الأخير بإذن الله. أحييكم مشاهدينا ومستمعينا، وأحيي زملائي اللي بيشاركوني هذه التغطية، فهد الكعبي، عبد الرحمن المري، كما أحيي ضيف الكريم خليفة بن سلطان الحميدي، عضو اللجنة العليا والمتحدث الإعلامي لمعرض سهيل. مرحبا ومسهلا فيك معنا في تغطية اليوم. البقى نقول لكم شكرا على هذه التغطية وهذا المجهود اللي تبذلونه في هذا المعرض. مجهودنا احنا نظهر مجهودكم في الأخير. في البداية مشاهدينا الكرام، وقبل ما نبتدي حلقتنا، نبي ننوه إلى تشريف حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى صباح هذا اليوم معرض كتارة الدولي للصيد والصقور سهيل. زار المعرض اليوم، نشوف معاكم هذه اللقطات. نتابع. شفنا مشاهدينا الكرام زيارة سمو الأمير لمعرض كتارة الدولي للصيد والصقور، وحي مرة ثانية ضيفي خليفة بن سلطان الحميدي، عضو اللجنة العليا والمتحدث الإعلامي لمعرض سهيل. أبو سلطان، إيش تعني لكم مثل هذه الزيارة؟ طبعا تشريف سمو الأمير اليوم لنا وزيارته للمعرض، صحيح أنه شيء يسعدنا
ونفخر فيه، لكن في نفس الوقت يحملنا مسؤولية. بعد مسؤولية أكبر. نعم. لأن الناس وانتم قد هالمسؤولية يا بس. نتمنى يعني نكون على حسن الظن. اليوم القيادة والناس دائما تبغيك تقدم كل سنة شيء جديد أو تضيف شيء على المعرض. نعم. المعرض يكبر كاسم اليوم في المنطقة، والدليل على ذلك عدد الشركات. نعم. أنا هذا سؤالي الجاي. معرض السنة شلون أنت تشوفه في نسخته السادسة؟ خلني أقول لك، يعني بعض الناس ممكن يعتبر أن الكلام اللي أنا أقوله يعني شاتك مجروح، يعني مشكلة أنا مشكلة أنا بس ترى إحنا نشوف تغييم الناس دائما. نعم. يكون أفضل من تغييمك لنفسك. نعم. أنا أعتقد أن الأرقام الموجودة اليوم في سيل مش موجودة في المعارض في المنطقة كلها. بمعنى أن ما أعتقد أن في معرض في الخليج يملك نسبة مشاركة مشاركة خليجية ما يقارب 30%. ما شاء الله. يعني اليوم إذا بجينا بنحسب عندنا تقريبا 18 شركة أو 17 شركة من الكويت. عندنا 13 شركة من الإمارات. عندنا 7 أو 8 شركات من السعودية. يعني أنت لو جمعت هذه تأخذ ما نسبته تقريبا قريب من 30% من الشركات المتواجدة. إحنا عندنا 180 شركة أكثر شوي من بين دولية وخليجية ومحلية. نعم. طبعا زاد عندنا الرقم، ارتفع عن العام لين السنة ارتفع ما نسبته 40%. ما شاء الله. يعني على سبيل المثال احنا كان عندنا تقريبا قريب 130 شركة 135 شركة العام. العام. السنة عندنا احنا 180 183 يعني في هالارقام مو بقل من 180. نعم. ضيف عليها دائما احنا يعني نحاول ننتقي لان صح ان يعني قبلنا 180 او اكثر شركة، لكن ترى عندنا شركات اكثر ما قدرنا يعني نقدر نقول على الويتنج ليست قاعده تنتظر. بالضبط. ان المساحه ما عاد تتسع. اي نعم. مع ان المساحه زادت السنه يعني المساحه يعني زادت من 30 ل 35 يعني زاد. يعني هو احنا العام عندنا تقريبا 12,000، السنه يمكن زادت تقول مثلا قول يعني 1,000 ولا من حول. يعني اعتدت في نهايه المطاف تعتبر زياده اكيد، لكن انه مثل ما قلت لك العدد كبير الراغب في المشاركة، لكن احنا يصير عندنا نوع من الفرز. نعم. اليوم معرضنا متخصص. نعم. فما يصير اليوم تلقى مثلا محل طيور وحذا محل مال شركة اخرى ما لها اختصاص في المعرض في الطيارة وفي الكشتات. ايه. وفي عشان الشكل رغم الانتقاء الا بعد ان عندنا شركات مو بقادرين ان احنا نستوعبها في المعرض. نعم. احنا مستمرين معاك ابو سلطان، لكن مشاهدينا الكرام الان ننتقل الى زميلي عبد الرحمن المري. عبد الرحمن صوت وصوره عندك، تفضل. شكرا لك يا خالد، حياكم الله مشاهدينا الكرام في هذه التغطيه الخاصه لمعرض قطار الدولي للصيد والصقور، معرض سهيل في النسخه السادسه. وكما عودناكم مشاهدينا الكرام منذ بدايه التغطيه نحاول قدر الامكان نغطي كافه الجوانب الموجوده في هذا المعرض من حيث المحلات اللي موجوده، الشركات المشاركه، وايضا اصحاب السيارات اللي موجودين او اصحاب الجراجات اللي طبعا دائما ما يكونون جزء لا يتجزا من هذا المعرض لتجهيز السيارات وغيرها. احنا في الخيمه رقم 3 والخاصه طبعا في تجهيز السيارات والمعدات السيارات، عندنا محل او شركه محليه موجوده في الدوحه، راح ان شاء الله باذن الله تعالى نسلط الضوء على هذا المحل وعن المشاركه في هذا المكان. نستضيف معنا طبعا السيد علي الابراهيم، وهو ايضا المشارك في معرض السهيل من خلال شركه امان لحلول السيارات. مرحبا بك يا علي، تعال 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 جنب عشان تطلع معه، تعال يا مرحبا بك علي. اول شيء الله يمسك بالخير، والله يعطيك العافيه، ومرحبا بك على شاشه قناه الريان. في البدايه علمنا عن مشاركتك، مشاركه شركه امان لحلول السيارات في معرض السهيل. احنا اليوم مشاركين في معرض سهيل، طبعا تجهيز كامل لسيارات البر من كل المتطلبات، نقول من تعديل على الوجهية، من تعديل على نظام التوازن والجنبينات، من تعديل على التواير، على إضافة يعني من خزانات الأمور الثانية، قواعد سبير، كان عرشة، كان اكسسوارات أخرى، حمايات وتصفيحات، الإضاءات بكل أنواعها، يعني تجهيز كامل نقول سيارة. الله يعطيك العافية علي. تروح معانا؟ شو اسم الولد؟ شو اسمك؟
غانم. شو اسمك؟ غانم. ونعم فيك غانم، كم عمرك يا غانم؟ ستة. ستة ما شاء الله، هذا أبوك ولا أخوك؟ عمي. عمك؟ ونعم مرحبا وكبة. علي خلنا ناخذ بس ندفع على المكان، يعني احنا نشوف في سيارة مجهزة، عطنا بس نبذة سريعة عن السيارة، وهل هذه السيارة يعني تم تجهيزها من قبلكم أنتم ولا على حسب طلب العميل؟ إن شاء الله السيارة هذه لا تم تجهيزها للمعرض، بس حطينا قوتنا فيها على ما يقول، فتم يعني التعديل من كل النواحي، من وجهة السيارة لو تلاحظ بتشوف شكلها مميز شوية، بدلنا الصدام الأمامي، ركبنا صدام أعلى، المعدن نفسه ألمنيوم خفيف وزنه لكن أقوى يستحمل، تم تركيب تصفيحة أسفل السيارة كاملة لحماية الأجزاء الميكانيكية في الأسفل، تم تركيب جنبينات التوازن يعني عشان السيارة تكون أثبت تعطي يعني سيفتي أكثر في السواقة، تعديل على التواير والرنقات، تصفيحات لو نشوف من الجنب ومن الخلف بنشوف إن في السيارة كاملة من تحت مصفحة، من الخلف بعد هنا تشوف الجنبينات واضحة، شلينا التاير عشان يعني يبين الشغل اللي عليها. عطنا تفاصيل يعني الجنبينات، في نوع معين من الجنبينات طبعا هذه الجنبينات الكينج 2.5، لكن هي ميزتها أنها تعطي ارتفاع أكثر في حالة السيارة مثلا في المطبات والوعورة، وفي نفس الوقت في النزول تنزل بسرعة فتحمي يعني سيارة ما تصطدم بالأرض يعني خلينا نقول. هذا بالنسبة للتجهيزين، الأشياء الأخرى نجيب من خلفية السيارة. هذه سيارة الكروزر 2022، هذه يعني جاية من الوكالة ما عليها سبير، يعني ما يكون سبيرها فوق، فاحنا تم تفصيل هذه القاعدة، نفتح البوط، رفع السبير يعني فوق، ونستخدم المساحة السبير تحت على أساس إذا بنركب خزان مائي أو إيش يكون يعني احتياجك للبر. مثل هذه السيارة احنا ركبنا الباب اوتوماتيك، هو بابها من الوكالة عادي، ركبنا بعد زوايد يعني إلكترونيات، استبدلنا المكان الكرسي الخلفي بخزان مياه سعة 70 لتر مصنوع من الألمنيوم، يناسب يعني احتياجك في البر إذا بغيت ماي، وفي نفس الوقت ما أخذ مساحة من الشنطة. إذا في مجال نشوف هنا ولا خل نروح القسم الثاني يعني عشان بس ناخذ، إحنا نتكلم عن السيارة بشكل عام، يعني خلنا نسكر السبير بس انتبه لحد يسكر الباب على. احنا نتكلم عن السيارة بتجهيز بشكل بسيط يعني او بشكل يعني نبذة بسيطة، زين خلينا نتكلم الاشياء اللي موجودة، هذه بعض الانوار اللي موجودة، بعض الليتات اللي موجودة، بس وجهنا علي وانا عليك امر، تكلمنا شوي عنها. احنا الاضاءات يعني قبل يمكن الناس ما كانت تركب اضاءات على السيارات في يعني في الرحلات وكذا، لكن اليوم صار خلاص لابد من في الليل سواقة بالليل، تبي تكون يعني ضامن ان انت في مأمن يعني في السواقة، والرؤية تكون عندك واضحة، تفادي الحوادث والأمور هذه، فهذه الإضاءة عارضين كل الليتات ببراندات مختلفة وأحجام مختلفة حسب يعني اللي يناسب كل شخص وحسب احتياجه. نعم الحين نروح للصوب الثاني أو القسم الثاني، هذا طبعا خاصة في الجنبينات، يعني الجنبينات باختلاف أحجامها ومقاساتها، طبعا كل براند له ميزاته وتفاوت الميزات وتفاوت الأسعار. نروح من بعده بتحصل السبرنجات، بعد نفس الشيء اختلاف الارتفاعات اختلاف الأحمال حسب الحاجة، مثلا سيارة خفيفة ما فيها وزن يكون لها قياس معين، سيارة فيها أوزان عالية وفيها صناديق وماي وكذا تستخدم سبرنجات مختلفة. نعم علي ممكن يعني خذنا جولة سريعة حول هذا المكان أمان لحلول السيارات، لكن في الختام يعني شو اللي يميز أمان حلول السيارات عن باقي الشركات المشاركة، يعني شو اللي تقدمونه أنتم، هل أسعاركم مناسبة، هل الجودة مناسبة، هل في مثلا ضمانات معينة بالنسبة لتجهيز السيارات؟ احنا يعني لو جينا في النهاية يعني ما يميز أمان اللي هي لو تشوف الحمايات هذه المعلقة تصفيحات، هذه هي يعني ما يميز أمان، يعني منتجات كلها مصنعة في قطر وتصنع على قياس السيارة بالضبط، أسعارنا يعني دائما إن شاء الله أنها مناسبة وفي متناول يد حتى مقارنة بالبراندات الثانية. نعم الله يعطيك العافية، كل الشكر للسيد علي الإبراهيم طبعا المشارك في أمان لحلول السيارات ومشارك في معرض السيارة، الله يعطيك العافية وبيض الله وجهك على هذه الجولة، تعبناك شوي لكن الله يعطيك العافية ما قصرت وموفق إن شاء الله. الأسعار شلون بس أنا قبل ما أختم، عشان الأسعار شلون بالنسبة لأي حد ممكن يوصل لأمان حلول السيارات؟ احنا في المعرض بعد يعني فوق الأسعار، مع أنه يعني دائما نحاول الأسعار تكون يعني
خلينا نقول مناسبة وأقل سعر يعني ممكن، لكن في المعرض بعد في عندنا يعني مقدمين مثلا كل المنتجات المصنعة في أمان تركيبها مجاني في المعرض. هذه ميزة يعني مش موجودة في الأيام العادية، بالإضافة للأمور الثانية، وفي منتجات كثيرة بعد نزلناها يعني في المعرض تناسب الموسم القادم. الحين الناس الحين تجهز للموسم، فالمنتجات الجديدة كلها تم طرحها جديدة يعني الحين في المعرض حق الموسم الجاي. الله يعطيك العافية، كل الشكر للسيد علي إبراهيم، كان معنا من معرض أو جناح مشارك أمان لحلول السيارات. إذا مشاهدينا الكرام وخالد، يعني شفنا هذا جزء بسيط لا يتجزأ طبعا من الشركات المحلية المشاركة في معرض قطر الدولي للصيد والصقور السهيل. بإذن إن شاء الله جولات ثانية في أقسام ثانية بإذن الله تعالى. خلكم معنا ونرجع بصوت الصورة عندك يا خالد. شكرا يا عبد الرحمن. مثل ما ذكر أخوي عبد الرحمن، هذا جزء بسيط من الأجزاء الكثيرة والمتنوعة الموجودة في المعرض في يومه الرابع. احنا ما زلنا معاكم على التغطية، وما زلت مع ضيفي الكريم خليفة بن سلطان الحميدي، المتحدث عضو اللجنة العليا والمتحدث الإعلامي لمعرض سهيل بن سلطان. نبغي دور المعرض في تطوير الشركات المحلية. احنا ممكن احنا عبد الرحمن طلع في جزء من المعرض يتكلم عن السيارات، انت ذكرت ان المعرض متخصص، هاي لازم احنا نذكره ونلقض عليه اكثر مرة ثانية، معرض متخصص بالمقناص وما يتعلق بالمقناص. حتى اللي مش راعي طير، راعي كشتة مثلا، ممكن يحصل المرادة أو يحصل اللي يبغيه موجود، لكن في النهاية المعرض متخصص 180 أو 181 شركة، وأيضا هناك شركات ما حصلت لها مكان. أيوة. من كثر الطلب على المعرض، لأنه صار معرض عالمي دولي منفذ بيع لكثير من الشركات. لو نتكلم وملتقى ملتقى اجتماعي ايضا. لو نتكلم عن دور المعرض في تطوير الشركات المحليه بالذات، خلينا ناخذ جزء جزء. تفضل. اول شيء، معرض سهيل اليوم مثل ما ذكرت معرض عالمي، لكن المفرح في الامر واللي دائما احنا نركز عليه ان اليوم اصبح هو ملتقى حق ابناء مجلس التعاون كلهم. صحيح. كذلك حق القطر كلهم، راعي الطير وراعي الناقه وراعي، كلهم يحبون سهيل وكلهم يزورون. نعم. فهذا شيء يسعدنا. في اما في سؤالك فيما يخص تطوير الشركات المحلية. شوف، هو النجاح مشترك، انت اليوم ما تقدر تنجح بروحك. صحيح. اخواننا هل الشركات المحلية الله يبيض وجيههم ووجهك، وجهك ابيض، تطوروا معانا يعني. نعم. عشان ما تحسب ان تطوروا معانا ان احنا طورنا، هي عملية مثل ما قلت لك مشاركة تكاملية. اي تكاملية بالضبط. لو شفنا مثلا الربع او اي مريت على اي واحد من هالشركات وشفت مثلا مستواه في اول نسخه وشفته الحين في هذه النسخه خاصة، تلقى قفزه فيها كبيره، لان الله يسلمك معرض سهيل خلق لهم المساحه للابداع. يعني بمعنى ان اول كان يشتغل في محله يعني كذا واحد يجي، يعني ما كان عنده ذاك العدد وذيك الرغبه، ولا كان عنده، يمكن ما كان يشوف منافسين الموجودين في 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 السوق المحلي. لكن اليوم هو صار في، خلقنا له المساحه انه هو يقدر يبدع، يقدر يغامر، يقدر يشتري منتج زين ويحصل منه الفائده. صحيح. فهذه المساحه اللي خلقت حق اهل المشاريع هذه. نعم. فعشان الشكل تشوفهم كل سنه يتطورون، وهذا شيء مسعد يعني مفرح بالنسبه لنا. خلك من السيارات، روح على مجال مثلا الكشتات. نعم. تلقى ربعنا لا تطوروا، اول كانوا يستوردون بعض بضايعهم من مكان او اخر. نعم. الحين صار لا، هم عندهم براند باسمهم، منتج خاص فيهم، فالعمليه في قفزه بين النسخه الاولى والنسخه السادسه. صحيح. وهذا اللي دائما القطار اوقات يحتاجون المساحه. نعم. او تخلق لهم بيئه يعني مناسبه عشان هو ابداع ويشد حيله ويجتهد. ربعنا القطار متى ما وجدوا الفرصة أو المساحة تلقاهم يبدعون. نعم. وأنتم أيضا مبدعين، وأنا منكم وفيكم، ما أبغي أنا ما في شك، ما أبغي أكون يعني شاتي فيكم مجروحة، لكن أنا برجع على السيارات مرة ثانية بسلطان. أنا لاحظت يعني أنا من زوار المعرض من نسخته الأولى، ومثل ما ذكرت أنت يعني أنا في أحد الشباب، أنا ما بأذكر أسماء عشان ما أذكر حد وأخلي حد. صحيح. لكن في أحد الشباب عرض سيارته، سيارة نيسان ستيشن مطورة مجهزة بما يحتاجه هو يعني، وجاي عرضه باحتياجاته هو، يعني لدرجة أدق التفاصيل تبغيها أن تطلع
تكشت، هو مش راعي طير، لكن انت بتكشت في هاي السياره كل شيء موجود فيها. طبعا. موتر سيكل، مكاين اسبريسو، مكينه شاي، تلفزيون، مكان حق يرقد، يعني مثل هذا الابداع، هذا التطور، شلون تشوفونه انت وشلون تقيسونه؟ هل السيارات صراحه للامانه، يعني انا عندي بعض المعلومات عن ربعنا واخواننا، ما يعني مش منافسين على مستوى قطر، اليوم اصبحوا منافسين على مستوى المنطقه. يعني انا اعرف بعض الشخصيات الكبيره في المجتمع الخليجي اضطر سياراته على شركات قطريه هني عشان تجهز. نعم. وهذا دل ان ربعنا تطور لهم، يصار لهم صاروا منافسين برا قطر مو في قطر. نعم. وهذا يدل على ان شغل ربعنا اللي قدمونه في جوده عاليه وفي تخصص. نعم. يعني العمليه مش عمليه مثلا بضاعه تجي وتركب تعرف تركبها وما تعرف تركبها، لا، هم عارفين ايش اللي يطلبونه وشلون يركبونه وشلون يستخدم. نعم. هذا اللي هو يسمونه التخصص. نعم. ربعنا تخصص يعني خصوصا هالسياره، يعني تخصصوا في هالمجال وابدعوا. نعم. يعني انا ما ابي اذكر حد ومثل ما قلت وانا نفسي لكن للامانه شخصيات كبيره في المجتمعات الخليجيه على مستوى يعني كبير، سياراتها يبعثونها على ربعنا في قطر يجهزونها ترجع لهم. نعم. انا يعني اذكر شيء بشيء، يذكر يمكن احد الاخوه كان ودي سيارته برا يجهزها، لكن حصل له شركه موجوده بفضل معرض السهيل، يعني معرض السهيل صار حتى ينشر والناس تعرف هذه المحلات وتوجه لها في مقراتها ويجهزون سياراتهم. احنا بنتكلم اكثر بسلطان ايضا، لكن ننتقل الان حق اخوي فهد الكعبي في ساحه المزاد ونشوف طير اليوم اللي بيصير عليه المزاد. يا مرحبا بك اخوي خالد، واكيد ارحب بضيفك العزيز واخوي خليفه بن سلطان الحميدي، كما ارحب ايضا باخوي عبد الرحمن المري يعطيه الصحه والعافيه على الطلعه الاولى، والترحيب موصول لمشاهدي ومتابعي قناه الريان الفضائيه. اخوي خالد، استغل خليفه الحميدي يعني اكثر استغلال، عندك موسوعه سواء في مقناص وايضا قد راح للطارح وراح للمقناص ويعرف الطيور النادره كلها اللي موجوده، بيض الله وجهه هو واخوانه صراحه اللي شغالين، مثل ما ذكرتوا في البدايه زياره سيدي سمو الامير هو دعم لصقاقير هالقطر، دعم لهذا المعرض والمهرجان، دعم لجميع المستلزمات الموجوده، وكذلك يعني اذا راس الهرم في البلد هو صقار، سمو الامير الوالد صقار، الكل صقار، فالطير هو اغلى ما عند الصقاقير. شفنا مزاد البارحه الطير اللي راح ب 171 الف، نبارك لاخونا محمد ثواب القحطاني على المزايده والمنافسه اللي كانت بينه وبين عبد الله عيسى الهتمي، الين وصلوا لين 120 ولجأوا الى الصندوق، راح نتكلم عن هذه الاليه، واكيد خليفه الحميدي كان نوع من انواع الحماس اللي خلاهم ايضا يواصلون. خل نروح عند اخونا منظم المزادات سالم بن خجيم المري، مساك الله بالخير ويا مرحبا بك. مرحبا ومساء اخوي فهد. سالم الله يبيض وجهك، يمكن الكثير اللي ما يشوف الشاشه من الساعه 10 لين الساعه 10 وانت ناقل الطيور، لكن من غلات الطيور في ناس ترقد والطير على يده. صحيح، الناس ترقد ولو عشان الجمهور يهون كل التعب. سالم، نبي نتكلم عن الطير لليوم، ولكن قبل أن ندخل في تفاصيله، شفنا المنافسة اللي البارحة والطير اللي راح ب 171، هل توقعتوا أنه يوصل لهذا السعر؟ ولا أيضا مع أن الطير كلها ندر، لكن مثل ما نقول كل طير أندر من الطير الثاني، كل يوم يزيد المستوى. توقعتوا أول شيء السعر اللي راح فيه؟ توقعتوا المنافسة؟ صراحة السعر ما نقدر نتوقع سعر، لكن كل واحد ونظرته، الطيور كلها طيبة، فممكن أنا أشوف الطير ما هو ما أقدر يعني ما يدخل مزاجي، لكن يدخل في مزاج غيري ويدفع فيه الأكثر، فاللي صار فيه منافسة وسعر الطير جدا مناسب اللي أمس، مع أن كرأي بسيط أنا أتوقع أنه كان يستاهل الأكثر، واللي الطير اللي اليوم أعتقد أنه في نظري أنا ممكن يكون أجمل من الطير اللي أمس، واتوقع انه يروح بسعر اكبر من اللي امس. وراح تكون ايضا المنافسه اشد على هذا الطير عن الطير البارحي. يمكن يقول ذكر اخوي خليفه بن سلطان الحميدي وبيذكرها ان شاء الله مع اخوي خالد، الصندوق هذه يعني تكون منصفه للمتنافسين وايضا فائده للبايع. الفرصه الاخيره. الفرصه الاخيره. الفرصه الاخيره، لان انا ازايد في الطير.
وانا ممكن انا حاط في بالي قيمه فوق القيمه اللي يوقف عليها، لكن انا كمزايده ازايد بالمعقول. فلما يرسى انا مثل ما شرحت امس قلت ممكن واحد في الدقيقه الـ55 او 59 دقيقه و30 ثانيه يحط سعره. انا ما يمديني حتى لو ادخل التطبيق وانزل السعر ما يمديني، فيسكر الوقت. هنا الاخوان للانصاف والحياديه يجمعونهم يقولون لهم هذا الصندوق اي واحد زايد في الطير يبغى يحط سعر يحط سعره في الصندوق. وهنا انا اشوفها للامانه منصفه جدا. زين، هذا الطير الثاني من الطيور الفاخره اللي تنزل في مزادها اليومي، يعني هذا الطير راح ينباع اليوم. وقت انتهاء المزاد واعلان النتائج الساعه كم؟ ثمان حكم يوقف الصندوق، يوقف المزاد على اخر متسابق. يا اللجنه تعطيهم ربع ساعه، اللي حاب يزيد يحط سعره في الصندوق. يعني 8:15 تعلن النتيجه النهائيه. زين، الحين يمكن وصلنا للختام عن طير اليوم، ولكن نبغي ناخذ عنه البرقع. يشوفون المشاهدين ايضا يا سالم اللي في البيت يقدر يزاود عن طريق الابلكيشن. نعم، يقدر يزاود بالتليفون عادي، يدخل مزايدة سيل اليومي ويلقى الطير بدون رقم، لان الارقام من 1 لـ52 موجودة في التطبيق، لكن الطير اللي مزاده يومي مسجل يلقاه بدون رقم، يلقى مزاد سيل اليومي هو الطير اللي مزاده اليوم. على الطير هذا؟ نعم، اليوم مكتوب الطير الثاني، امس كان مكتوب مزاد سيل الاول، اليوم مكتوب مزاد سيل رقم 2، بكره بيكون 3 ان شاء الله. ان شاء الله. يا اخي نبغى نشوف وجه الطير، الله لا يهينك. ما شاء الله، اللهم صل على محمد. ودي افرع من قبل، لكن الطير في خوف وللحين وحش، وان شاء الله انه راكد بيركد، يعني يركد دقيقتين ثلاث عقبه بيكفخ، هذا اللي خلاني ما افرع عنه. الله يبيض وجهك، ما شاء الله، اللهم صل على محمد. ننوه للمشاهدين، واخوي صقر خليفه الحميدي ايضا بيذكرها في مع اخوي خالد، ان الطيور هذه توها مطروحه في منغوليا، الطير اللي ينطرح في البدايه يكون وحش، ياخذ له فتره لين يرب. في الوحوشيه موجوده فيه يوم عن يوم، حتى اللي يزودون على الطيور اللي موجوده تحت ترى كل يوم راح يشوف نظرته غير، يتغير الطير عنده، شكل الطير يتغير، سبحان الله، حتى عرض الطير الروحه راح يتغير. والطيور هذه فيها وحوشيه لانها توها مصيوده. سالم من خجيم المري، بيض الله وجهك، والله لا يهينك وموفقين. وجهك وجهك طال عمرك، يا مرحبا. طبعا خذينا اخونا سالم بيض الله وجهه، هو اخوانا اللي يشتغلون صراحه، يعني شله الطير ما هي بسيطه، وخاصه اذا الطير وحش وامانه وراح يكون في مزاد لازم يحافظ على ريشه. الطير ريش، اهم شيء ما تنكسر فيه ريشه، لان كسره الريش راح تروح كثير من مبلغ الطير. نتمنى التوفيق لكل من يشتري. وايضا سمعنا يمكن في الان يعلنون هناك ايضا محاضرات وندوات تثقيفيه، دكتور قدام راح يلقي ايضا محاضره بعد شوي هنا في المهرجان عن امراض الطيور وكيف يتفادونها وعن العلاجات، هذه كلها موجوده، مش فقط معرض سهيل، معرض سلع بيع ومشترى، ولكن لا ايضا معرض ثقافي، معرض بكره عندنا امسيات شعريه، يعني نتكلم عن كل شيء يخص سواء في السقاره او ايضا الرحلات. وانا عندي سؤال حق اخوي خليفه، لكن ان شاء الله بيجاوب عليه عقب ما نرجع من الفاصل. اخوي خليفه، نبي نتكلم عن الصندوق، انتم البارحه ذكرتوا يوم اغلق الصندوق، خلاص بيدشون على الصندوق، اللي بيدخلون على الصندوق ليش تعطونهم ربع ساعه؟ الربع ساعه هذه يعني مثلا يمكن اثنين محطوا الكروت وخلاص فاعلنوا على طول، ولا الربع ساعه لها هدف تعطون مجال يمكن حد يتردد يمكن حد يرجع؟ هذا سؤالي لاخوي خليفه، ان شاء الله راح يجاوب عليه عقب ما نرجع من هذا الفاصل. راح نطلع هذا الفاصل ونعود بعده، ابقوا معنا. Thank you.
مرحبا وسهلا فيكم مشاهدينا الكرام من جديد بعد هذا الفاصل، وما زلت مستمر مع ضيفي في الاستوديو عضو اللجنه العليا والمتحدث الاعلامي لمعرض السهيل اخوي خليفه بن سلطان الحميدي. ابو سلطان انا ببتدي معاك من حيث انتهى اخوي فهد. الربع ساعه هذه اللي المزوده على الصندوق، اول شيء نبي نشرح ايش موضوع الصندوق. انتهى الوقت عشان الناس ما تشتت. نعم. خلينا نشرح الآلية المزايدة. المزايدة أو 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 نهاية المزايدة. نعم. معناها صح. نعم. طبعاً الطير يعرض من أول الصبح إلى الساعة 8 في الليل. تمام. في بعض الطيور وطبعاً هذا القانون يعني النظام ماشي على الطير سواء اليومي أو الطيور اللي موجودة داير مدار المنصة. الساحة المنصة. نعم. خلنا نروح على الطير اللي صار أمس. نعم. شلون الآلية صارت؟ إحنا عادة لما الطير ينتهي الوقت ويكون اللي زايدون على الطير مستمرين لين نهاية الوقت اللي هو الساعة 8 في الليل. الساعة 8. نعم. يكون مثلاً 4 دائماً الطير الغالي ما يكون المتزايدين عليه واجد. أي. يعني يكون على 6-5 يعني، لأن الطير الغالي يعني اول شيء سعره عالي ومو كل الناس تقدر عليه، فعشان الشكل تكون المزايدين عليه تلقاهم اعدادهم مو بذاك الرقم. اذا كان استمر التنافس على الطير لين نهايه الوقت نتواصل مع الربع اللي تزايدوا عليه كلهم، حكم ان احنا يعني حطينا هالقانون من وجهه نظرنا ان في نوع من العداله، لان الطاروح نفس الوقت يتعب ويروح ويتغرب ويعني عنده مخاسير واجد. نعم. راعي الطير. اي راعي الطير. نعم. فاحنا نحقق نوع من العداله. نعم. خلينا نقول ان راعي الطير هذا اللي تكلف انه ممكن يحصل سعر افضل. صحيح. وانت اليوم لو صرت راقب في الطير قد ينتهي الوقت عندي. نعم. لكن انت عندك الرغبه. نعم. انك الرغبه في الطير. فاحنا ايش. نعم. نقول؟ عقب ما ينتهي الوقت تواصل مع الربع المزايدين، والله يا الربع ان الطير مثلا انتهى المزاد، هل لك الرغبه في الاستمراريه؟ ابو سلطان خلنا ما نعدي هالنقطه، انتهى الوقت، اخر سعر كان عندي لنفرض انا قلت 130، لكن في غيري 3-4 يبون لهم رغبه في الطير وخلص الوقت، بس فهنا انتم تتدخلون. تدخل احنا. أيوة. لان احنا ودنا ان هذا الرجال اللي تعبنا وسافر انه هو يحصل سعر افضل. نعم. احنا ما فتحناها ان تستمر المزايدة على طول. نعم. قلنا لك لا، بعد احنا نبي نوع من العدالة حقه حتى المزايد. نعم. انه لو كملنا ممكن يروح سعر ممكن ما يستاهل الطير. نعم فاهم عليك. فهمت؟ فالانظلم منه المزايد. نعم. يعني احنا نحاول نحقق العدالة بين الاثنين. نعم. فانت لك الحق انك تحط سعرك النهائي بعد ما يخلص الوقت. بعد ما يخلص الوقت. انا احط سعري النهائي وفلان يحط سعره النهائي، نروح الصندوق تحط كارتك، الرقم انت تعرفه احنا ما نعرفه. اي حلو. عقب يتم عمليه الحين اسمي ورقم نعطيك كارت نقول لك يبا حط سعرك. أيوه. واكتب رقمك. حلو. اسمك. نعم. انت تكتب سعرك لحالك وتقطه في الصندوق. حلو. والاخرين نفس العمليه، نهايه المطاف يتم الفرز ويروح الطير حق صاحب على سعر الربع ساعه اللي قال عنها. أيوه. هاي تنظيميه، هاي اللي هو احنا نعطيك الفرصه انك انت ممكن تشاور مع اخوك، تشاور مع اللي موصيك قبل لا احط ال نعطيك الربع ساعه عمليه تنظيميه. اي نعم. انك تاخذ قرارك. اي نعم. فهمت؟ ممكن مثلا ثلاثه يتزايدون عليه، نكلمهم يقول لك الثاني والثالث يقول لك لا والله انا ما بزيد، خلاص يروح الطير حق اخر سعر. ايوه فهمت. اي بس اذا كان في تنافس لا، نخلي الفرصه لك مره واحده ولغيرك مره واحده، نخلق نوع بالعدالة للمزايد. وضحت وضحت. حتى هم اللي تزايدون على الطير ممكن واحد منهم يهون ما يبي يحط سعر، خلاص ترسي على آخر. ايه ممكن تراجع عادي. ايه نعم. 56 طير السنة، ضعف خلينا نقول الطيور السنة اللي طافت، على أي أساس يتم اختيار هذه الطيور وعرضها في المزاد؟ شوف طير منقوليا كل العرب تعرف أنه لا رخصة، ورخصته رخصة مكلفة، ما يحتاج تحط لجنة، لأنه هو الرجال اللي بيطلع الطير يا يطلع طير يرد قيمته يا ما راح يطلع. نعم. فأنت مش محتاج لجنة. طبعا احنا نوفر عليهم عملية الوصول إلى قطر. نعم. كان مثل ما قلت في البداية كل معرض سيل قايم على الشراكة. صحيح. يعني سواء على مستوى المحلات، على مستوى الصقاقير،
شراكة متبادلة يعني أو منفعة متبادلة. صحيح أن أنا أوفر عليه الوصول، لكن في نفس الوقت بعده يخدمني أنه يجيب لي منتج أو يجيب لي خلينا نقول طير معناها صح. نعم. فالعملية متبادلة، هو له مصلحة وأنا لي مصلحة. نعم. وطبعا احنا نتمنى التوفيق للجميع وان الله يرزقهم باللي بيختارهم. نعم، مثل ما ذكرت ابو سلطان ما يحتاج لجنه لاختيار هذه، يعني اصلا ما يجيبون الا النوادر. صح. كلفه رخصه، رخصه اصلا تقريبا تسولف عن 65,000. نعم. فانت اذا متعني ورايح. نعم. اكيد انك مو جايب طير بتبيعه ب 20. صحيح. محمد بن عبد اللطيف المسند امسي عليه بالخير ذكر مره في لقاء كان اليوم الثاني في هذه التغطيه ان اللي يبي الطير الفاخر الأشقر الأدهم يقول جواهر موجودة في المعرض ويقنيها. أنا برجع مرة ثانية على موضوع المبادرات الشبابية والأفكار الجديدة اللي لفتت انتباهكم بسلطان. شوف احنا من واجبنا احنا كمعرض لما يجونا ربعنا هالقطر وهاي المبادرات الشبابية ان احنا نخلق لها المساحة انها تعبر عن نفسها. اليوم مثلا لو رحنا على سبيل المثال عندنا مثلا اخونا مسند بن عبد اللطيف. نعم. مبادره شبابيه اجتهد سوى انتاج حباري. انتاج حباري ونجح في العمليه. مثلا عندك على سبيل المثال اخونا جاسم واخونا مطر الشهيد ان شاء الله بيكونوا معانا في الحلقه. نفس العمليه. نعم. فكره موجوده في المجتمع. نعم. لكن اللي فرق وياهم ان الربع عرفوا ياخذون هاي الفكره الموجوده في المجتمع ويبلورونها في مركز ويعرفون يسوقونها. اختاروا المكان والزمان، المكان سهل والوقت سهل، فعرضت قدام الناس وحسب الأصداء اللي أنا سمعتها إنهم يعني تفاجأوا بالتجاوب معهم. نعم. وهذا واجبهم واجبنا لهم. يعني أنا يمكن راح إن شاء الله يكون معاي مطر بن شاهين بإذن الله الكواري، بس أنا بقول فكرتهم هم افتتحوا مدرسة نقدر نقول أو مركز موجود جنبنا، مركز العديد لتدريب تجارة الصقور. هذا المركز يدرب الطير للمقناص ولا للمسابقات، أيضا عندهم دورات وفكرة جديدة استوحوها من المجتمع وسووها بلوروها في مشروع تجاري. يعني شيء جميل يعني. صحيح. قلت لك أنا اختاروا المكان سهل والزمان، الزمان مهم. يعني ظروف كاس العالم والناس التهت، فأكيد في صقاقير واجد عندها طيور تبغى تحافظ على لياقتها. فجاسم وربعه واحد من الحلول. نعم. يسلم طيره هو ملتزم في دوام وكذا، عقب ما يخلص دوام ولا طيره يعني محافظ على لياقته وصحته. فعشان كذي أقول جاسم اختار المكان سهل والزمان التوقيت. نعم. فكانت يعني اختيارات موفقة صراحة. نعم. يعني احنا نشوف ابو سلطان مثل هذه المبادرات يمكن بدأت من النسخة الأولى النسخة الثانية وقامت تتطور. ابو سلطان انتم شلون تشوفون كمنظمين شلون تشوفون هذه النجاحات؟ انا شوف معرض السيل احنا نمدحه، احنا نقول عنه انه ناجح وتطور، لكن انتم شلون تشوفون هذه النجاحات؟ شنو الرؤية؟ ايش الأهداف؟ ما تقدر انت تقيم نفسك. وشلون تقيم نفسك؟ انا اقصد المبادرات. إيه؟ مبادرات يعني كمبادرات احنا لا والله احنا اي واحد من ربعنا من هالقطر يكلمنا يقول والله يا الربع احنا انا عندي مبادره او فكره معينه وشفناها ان احنا الفكره يعني فكره يعني زينه على طول احنا ندعم. نعم. يعني على طول نوفر له المكان. نعم. احنا يمكن ابي اذكر من ضمن المبادرات اللي احنا لقينا عليها الضوء عياده متحركه، عيادة عفرين. عفرين. نعم. توصل لمكانك يعني مثل هذه يعني الأفكار. هو مشروع تجاري بس إنه خذ الفكرة ولكن طورها بالشكل اللي يناسبه ويناسب مجتمعنا. يعني نعم. بعض ربعنا يتعجز مثلا يودي طيره أو مثلا يخاف يودي طيره المستشفيات قد يتنقل أمراض. نعم. قد، فهذا لا يوفر عليك الوقت والجهد، يطرشك السيارة عند مكانك وتفحص طيورك. يعني بعد فكرة ممتازة صراحة. صح. نعم. بعد أحد الشباب الإقطريين أنا يعني ما أبغي أذكر حد وأخلي حد، لكن يعني بعد
سوى كرفانات يعني بطريقه صراحه يعني. شوف هذه مش مبادرات، هاي يسمونها اجتهاد. نعم يعني المبادره فكره جديده مو موجوده فانت تسويها، الكرفانات موجوده لكن اجتهد طورها. نعم. اجتهد على نفسه وشاف المجتمع شنو يبغي. نعم فهمت. نعم. واشتغل على هالموضوع. نعم. مثل اخونا الساده يعني نفس العمليه، حتى بعض ربعنا في هنا هالدرجات نفس العمليه. نعم. اجتهد على نفس المبادرات. نعم. اللي شيء مش موجود اصلا. نعم نعم. مثل مسند. نعم. مثل جاسم، مثل وربع واجد اكيد ان احنا يمكن ما نعرف عنهم، بس هاي اللي وصلنا. لكن ان شاء الله بينوجدون ان شاء الله في المسخ الجايه. اخوي خليفه بن سلطان الحميدي عضو اللجنه العليا والمتحدث الاعلامي معرض السيل، اشكرك جزيل الشكر، ادري ان الوقت ضيق عندك لكن عمرك. اشكرك على الوقت اللي عطيتني، شكرا جزيلا لك. طبعا انتم قناه الريان والاعلام بشكل عام احنا نعتبر شريك. نعم. شريك نجاح. اليوم ما تقدر انت تنجح بروحك، يعني انت تروح تسوي لك معرض وتقعد في البر وما حد حولك. نعم. بدون اعلام ما تقدر تنجح. شكرا لك. الاعلام جزء مهم، احنا نشكركم، عارفين المجهود اللي تبذلونه. الله يجزاك خير. ومقدر بالنسبه لنا. واحنا نشكركم ايضا. مشاهدينا الكرام، فاصل قصير وراجع لكم، لا تروحون بعيد. Thank you.
مرحبا ومسهلا بكم مشاهدينا الكرام من جديد، وما زلنا معاكم في هذه التغطيه لمعرض كتارة الدول للصيد والصقور سيل. شفنا قبل شوي لقطات لزياره صاحب السمو الملك الامير بندر بن مقرن بن عبد العزيز. كثير من الشخصيات تزور هذا المعرض لاهميته الدوليه ولكثير من الشركات اللي موجوده فيه سواء كانت المحليه او العالميه. اصحاب المبادرات، احنا تكلمنا مع ضيفنا قبل الفاصل خليفه بن سلطان الحميدي عضو اللجنه العليا والمتحدث الاعلامي لمعرض السيل، تكلمنا عن مبادرات الشباب الجديده والمبتكره واللي يحتضنها معرض السيل. عندنا احد هذه المبادرات الجديده واللي بنتكلم عنها ان شاء الله في هذه التغطيه اليوم مع ضيفي مطر بن شاهين الكواري صاحب مركز العديد للتدريب وتجارة صقور. مرحبا ومسهلا فيك ابو شاهين. الله يرحب بك ابو محسن معنا في هذه التغطية. الله يطول عمرك. الله يرحب بك يا شيخ ابو شاهين. في البداية اول شيء بسألك عن معرض السيل بصفة عامة، يعني انت اذا لو ما كنت مشارك، انت من الزوار، لاحظت المعرض من النسخة الاولى الى احنا السنة هذه النسخة السادسة والله ما لك الحمد، ايش رايك في المعرض السنة؟ والله ملاحظين الله يسلمك تطورات من كل سنه لسنه. نعم. واتساع المعرض والمبادرات والافكار الجديده. والله نشكرهم على هالمعرض الطيب. نعم، احنا نتكلم ابو شاهين عن مبادرات، ويعني دائما منظمين في معرض السيل يحاولون انه يحتضنون هذه المبادرات وينمونها ويفتحون لها مثل ما نشوف اماكن في المعرض، خصوصا الشركات المحلية والأفكار المحلية والمبادرات المحلية. احنا لو نتكلم عن مركز تدريب وتجارة الصقور، من وين جات الفكرة ابو شاهين؟ هذه الله يسلمك يا ابو محسن، بحكم تجربتي في مجال الطيور نشوف ونصادف بعض الشباب اللي من بيسافر ولا جاه ظرف دوام او شيء ما يعرف ان يخلي طيرة. نعم. راعي الخيل عنده المرابط يودي خيله للواء، بيخليه شهر شهرين وبيرجع بياخذ بيستلم خيله. راعي الهجن نفس الشيء، الطير ما له مكان. نعم. وجاتنا هالفكره ويعني في بالنا اللهم لك الحمد تقريبا من 3 ولا 4 سنين، واحنا كل مالنا ونطور فيها وكل مالنا ونضيف شيء. نعم. واللهم لك الحمد وبدينا هالسنه وما قصروا معرض السيل، وفروا لنا البوث وما قصروا عز الله بدعمهم. نعم، احنا نتكلم عن مركز العديد للتدريب. نعم. وتجارة الصقور، بنتكلم بشاهين اكثر عنه. نعم. انا بالنسبة لي اكلمك شخصيا، فكرة عجبتني. نعم. ومبادرة جميلة وفكرة جديدة، بنتكلم عنها اكثر بشاهين، لكن الان مشاهد الكرام نطلع حق اخوي او زميلي عبد الرحمن المري في زاوية من زوايا هذا المعرض. الصوت والصورة عندك عبد الرحمن. شكرا يا خالد، الله يعطيك العافية، حياكم الله مشاهدينا الكرام من جديد في زاوية من زوايا معرض كتارة الدولي للصيد والصقور، معرض سيل في النسخة السادسة. كما عودناكم مشاهدينا الكرام، هذا المعرض طبعا دائما ما يستقطب النخب وحتى المواطنين والمقيمين وأيضا المتخصصين دائما في كل ما يخص معرض السيل، خاصة في لوازم الرحلات وأيضا عرض الصقور وأيضا الأسلحة وغيرها، وأيضا الأكاديميين الخاص دائما ما يتوجهون إلى هذا المعرض لاستكشاف كل ما هو جديد ويخص بيئتنا في دولتنا الحبيبة قطر. وبالحديث أكثر عن طبعا دور الأكاديميين خاصة في دولتنا الحبيبة قطر، نستضيف معنا الدكتور خالد أبا زمات المري رئيس جمعية الجغرافية لدول مجلس التعاون بدول الخليج العربية. مرحبا بك دكتور خالد، وشرفتنا نورتنا في طبعا على شاشة قناة الريان. في البداية دكتور خالد، نبدأ سريعة عن الجمعية الجغرافية ودورها أيضا في خلال هذه المعارض. أهلا وسهلا أخوي عبد الرحمن، وأهلا بهذه القناة حقيقة التي تطرح مواضيع دائما تهم المجتمع. زيارة الجمعية الجغرافية لدول مجلس التعاون بدول الخليج العربية هي زيارة جاءت بدعوة كريمة من كتارة لزيارة المعرض ولعقد مؤتمر شراكة مع كتارة لمؤتمر قادم إن شاء الله السنة القادمة عن السياحة الثقافية. فجاء الأخوان من دول مجلس التعاون لكي يتعرفوا على المعرض ويتعرفوا أكثر على الفعاليات المقامة في كتارة، وكذلك ليتم التباحث مع كتارة حول بعض الأمور المتعلقة بالمؤتمر السنة القادمة. حقيقة هم انبهروا
بالإنجازات القطرية وبهذا الشغف الموجود حول كأس العالم الموجود الذي تستطيع أن تلمسه في الشارع العام. وحقيقة يعني هم يعني منبهرين بهذا الإنجازات وهذا الدور الرائع لكتارة في خاصة في الثقافة ليس فقط في قطر أو الخليج وأنما كذلك في الوطن العربي والعالم أجمع. دكتور خالد يعني من وجهة نظر أكاديمية يعني نشوف جميع الأطياف جميع الفئات موجودة في هذا المعرض، كدوركم في الجمعية الجغرافية ماذا يحتوي هذا المعرض؟ شو اللي ممكن يقدمه للزوار؟ حقيقة يعني اطلع المشاركون في على العديد من الأجنحة التي تهم البيئة والتي تهم أجلكم الله الحيوانات، وهذه من القضايا التي تناقشها الجمعية الجغرافية خاصة في قضايا المحميات وما يسمى بالانفايرمنتال ريزرفوار. هذه يعني أحد القضايا التي اطلعنا عليها خاصة بالاطلاع على بعض الأجنحة التي تهتم بالحياة البرية والحياة البيئية وكذلك بالنسبة لبعض المعارض المتعلقة بالأدوات التي تستخدم في البر، فهذه جزء من حياتنا وجزء كذلك من المعرض الذي اطلع عليه الأخوة في دول مجلس التعاون. ختاما يعني في ختام هذا اللقاء، ايش من وجهة نظرك مستقبلية مثل هذه المعارض ايش ممكن نقدم سواء للباحثين اللي عندهم طبعا مثلا دراسات جامعية وغيرها حتى على مستوى مثلا دكاترة وغيرها في النسخ السابقة، مستقبلا مثل هذا المعرض دائما ما استقطب جميع الأطياف وجميع الفئات سواء محليا خليجيا وحتى دوليا؟ نعم، هو حقيقة ما اقترح انا حقيقة على كتارة هو ان تقام مثلا فعاليات تناقش قضايا بيئية وتناقش قضايا متعلقة بالثيم ثيم المؤتمر أو فكرة المؤتمر، مثل قضايا البيئية قضايا المحميات التغيير المناخي الذي يحدث الآن في العالم والكل يتجاهل هذا التغيير، الفيضانات التي أغرقت حتى وصلت لدول الخليج وأغرقت بعض المدن، هذه من القضايا التي كان بودي أن أراها تناقش في هذه الفعالية. نعم، كلمة أخيرة دكتور خالد بوجهة نظر شخصية شلون شفت المعرض؟ حقيقة معرض ممتاز جدا وبشهادة الإخوان من دول مجلس التعاون أنه أفضل وأكبر معرض خليجي في يعني يحمل هذا القنص والصيد. الله يعطيك العافية، كل الشكر للدكتور خالد أبا زمات المري. قبل ما نشكر دكتور خالد عندنا طبعا الأمين العام ضيف المملكة العربية السعودية دكتور فهد المطلق أمين عام الجمعية الجغرافية لدول مجلس التعاون بدول الخليج العربية. مرحبا بك دكتور فهد وحياك الله. دكتور فهد شلون شفت المعرض كزائر؟ وما نقول انك زائر، انت راعي المكان يعني، لكن كنظرة او نبدا سريعة بالنسبة لهذا المعرض. نعم، حقيقة كنا نسمع عن هذا المعرض ومشتاقين لرؤيته، وعندما أتينا يعني كان فوق التصور وفوق التخيل، ما شاء الله لا تنظيما ولا استقبالا ولا توزيع ولا المادة والمحتوى العلمي الموجود فيه، يعني جامع ثقافة ومهارات ورحلات، يعني حتى المتاجر يعني عرضها في أدواتها بالعرض، وكذلك مجموعة رأيت يعني مجموعة متاجر من مختلف المناطق، يعني شفت المتاجر من السعودية ومن دول الخليج الأخرى، وهذا تكامل ثقافي حقيقة كثير ما نشهده في مثل هذه المعارض حقيقة. دكتور على الصعيد الشخصي شو اللي عجبك وجذب نظرك ويمكن يعني ما راح تنسى، يعني دائما الأخوة في كتارة والقائمين على معرض سهيل دائما يبرزون في كل نسخة شيء جديد وشيء متقدم بما يواكب طبعا بيئتنا سواء البيئة المحلية وحتى البيئة الخليجية بشكل عام. حقيقة اللي لفت نظري أكثر من الأمور التنظيمية وجود الصقور والأسلحة النارية لهواة الصيد، أعجبني وشد انتباهي الحضور متميز من مختلف الأعمار من مختلف الجنسيات، عوائل شباب رجال كبار، يعني في تكامل في شيء، وهذا يدل على القائمين والدعاية الجيدة لهذا المؤتمر، يعني الذي استطاع أن يجذب جميع الشرائح،
هذه. الله يعطيك العافية، كل الشكر للدكتور فهد المطلق أمين عام الجمعية الجغرافية لدول مجلس التعاون. الله يعطيك العافية دكتور، موفق إن شاء الله، ولنا إن شاء الله لقاءات بإذن الله. الله يعطيك العافية. إذا مشاهدينا الكرام، وكما تابعتم يعني الكثير من الزوار القادمين في مختلف الأطياف، وأيضا سواء من الناحية الأكاديمية والمهنية، وحتى المتخصصين أو حتى الهواة أو حتى الزائرين بعد، اللي ممكن يشوف هذا المعرض في كافة أقسامه، لنا إن شاء الله لقاءات أخرى بإذن الله إن شاء الله تعالى، سواء اليوم وحتى بكرة أو حتى إلى نهاية هذا المعرض اللي راح يكون إن شاء الله يوم السبت 10 سبتمبر. خالد بن محسن، الكلمة عندك. شكرا لك يا عبد الرحمن، وما زلت مستمر مع ضيفي الكريم مطر بن شاهين الكواري، صاحب مركز العديد لتدريب وتجارة الصقور. أبو شاهين، أنت كصاحب مركز الآن مبادرة جديدة، مبادرة قطرية، أنت وأخوي جاسم بن محمد الكعبي بديتوا هذه التجربة واحتضنوكم في معرض سهيل. لو نتكلم عن 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 مطر وعن جاسم، أنا كشخص عندي طير بجيب لكم المركز، لازم تكون في ثقه اكيد ان انا طيري بيتطور. انا بتكلم عنكم انتم، البطولات اللي خذتوها، النتائج اللي حققتوها. انا يعني اذكر وانا اشهد لك في الله يجزاك خير، انت الخير يا ابو محسن، الله يجزاك خير، الله يطول عمرك، في مهرجان البرثة اذكر كنت تصرح صحيح وحققت نتائج مبهره. يمكن هذا الشيء يشجعك ان تكسب ثقه الناس ايضا، والناس تجيب لك طيورها عشان تدربها. صحيح. فلو تكلم عن بطولاتك اللي خذتها انت وجاسم. والله شوف، تقريبا بدأنا، أنا أتكلم لك عن نفسي، تقريبا بديت يمكن في 2014 أول مشاركة لي في مجال المسابقات. نعم. خلينا التوجه الثاني اللي هو المقناص وكذا، توجهنا يعني وتركيزنا صار على توجه المسابقات، خاصة عقب صار عندنا فريق وخذت من خبرات الربع واستفدنا من خبرات بعض. أخبره SSTM كان SSTM، وبعدها رحنا على فريق النخبة. النخبة نعم. أي نعم. والله يسلمك. وجاسم الكعبي بعد صاحب صالات وجولات، أكيد. يعني تخبر ذيك السنة 2017 سبحان الله كانت منافسة بيني وبينه في شط فرق الشهيد. صحيح. فالحين نحن مع بعض في هالمركز. مركزكم الآن نشوف احنا على الهواء. اي نعم. تتكلم تفضل قول. معرض العديد، مركز العديد لتدريب وتجارة الصقور. فالله يسلمك. بطولات من 2014 بدأت، اللهم لك الحمد، أول بطولة لي، وعقبها جربنا في 2015 توجهنا وصار على ما يقولون التركيز كله على كيف طريقه تدريب الطير، شلون تطوره، الفيتامينات اللي ياخذها الطير للتدريب. خلاص يعني على ما يقولون على كثر التجربه فتعرف وين الصح وين الغلط. نعم. فحاليا احنا نبي نظهر خبراتنا هذه حق الناس. حلو. الشخص اللي وده انه يدخل السباق ومو بعارف الطريق شلون، احنا نقدر نفيده بكل شيء، نجهز له طيره، يبينا نهده عنه بنهده عنه، يبي هو ياخذ يروح يهده في السواق ابرك الساعات. نعم. زين احنا نجيب طيري. اي نعم. بتعلمني ايش تعطيه ولا ما؟ لا ما اعلمك. ما تعلم. لا لا. يعني تعطيني اياه جاهز. اعطيك اياه جاهز. نعم. تجي تهده يومين ثلاثه قبل السباق، بس على ما يقولون تاخذ على الطير شوي. اي نعم. لانه ترى بيتغير هو من تجيبه لي لين انا اخذه بيتغير. نعم. لو تتكلم بشاين عن الطيور اللي تقبلونها، يعني هل في عندكم مثلا فقط طيور المسابقات ولا حتى طيور المقناص العاديه تقبلونها؟ لا، ناخذ طيور المقناص وناخذ طيور المسابقات. طيور المقناص على حسب الشخص، يخليها اسبوع او اسبوعين او شهر على راحته. عندنا احنا نظام اسبوعي، نظام الاسبوعين ونظام الشهري. نعم. يخلي عندنا الطير. كلمني عن هالنقطة، ليه ايش معنى اسبوع اسبوعين؟ اتكلم عن طير المقناص. اي نعم. مش طير المسابقات. لا. ليش اسبوع اسبوعين شهر؟ الاسبوع والاسبوعين على حسب رغبة صاحب الطير الله يسلمك. ما تدري يمكن بيسافر وبيرجع مثلا في الويكند، هو يبي ياخذ الطير. ايه. يقدر ياخذه ويرده مرة ثانية لنا المركز. زين، الطير هذا اللي انا جبته لكم عشان المقناص لازم يكون وحش؟ إذا يبتلنا وحش بنرب بالك بنجهز لك بنعطيك إياه. زين. إذا يبتلنا مصقور. إيه. إحنا بندربه إن شاء الله، بنحاول نرفع لياقته على أحسن لياقة إن شاء الله، والعلف إن شاء الله إنه بيكون من يعني طبعًا بيكون الحمام المعالج، ويعرفون الربع شلون يعني الحمام. نعم. المعالج هو اللي يفرق مع الطير، مب يعني أنا بالربع. والفيتامينات وهاي الأمور. أنا بالربع اللي مهتمين في المقناص. وهالطيور ينتبهون الكلام أخوي مطر، يعني هاي شيء جديد ما صار من قبل، فكرة جديدة. نعم. تكلمنا عن طيور المقناص، نبي طيور المسابقات.
شو اللي تقبلونه من طيور المسابقة؟ في بعض طيور المسابقات بمحسن الله يسلمك انت تدري هو على الشابه وحش، تدري انه هو مو فايز اصلا. اي نعم، يعني في بعض المزارع المعينه، في بعض الفئات المعينه، اذا جانا صاحب الطير من البدايه احنا بنقول له هالطير ترى ما يصلح حق المسابقه، اذا جانا قبل لا يشتري الطير بنوجهه وين الطير اللي يشتريه. نعم، وهذه كلها عند رب العالمين، هو صندوق مسكر ما تدري، بس يعني لازم بتروح صوب المزرعة المنتجة والمنجزة من قبل. نعم. وتروح الله يسلمك على شكل الطير. وبعدها التوفيق عند رب العالمين. يعني أنا مطار قبل لا أشتري الطير المفروض، يعني أنا فهمت الحين، باجي بشاوركم قبل أشتري الطير. صارت الحين معانا الحين في المركز اللهم لك الحمد، الحين عندنا ناس ما يعرفون شيء في الطير. إيه. ويوانا يبون يجربون في المجال. نعم. فأنا بشاوركم في نعم. مركز العديد. اي نعم. والله يا الربع وين الشركات المنتجة القوية اللي تنفع نعم. للمسابقات، وين تنصحوني؟ ايش رايكم في الطير الفلاني؟ لأن ممكن أنا أجيب الطير ومثل ما قلت أنت ما يصلح يعني. صحيح. نعم. احنا أبو شاهين مستمرين معاك، لكن ننتقل الآن إلى أخونا فهد الكعبي. فهد، صوت الصورة عندك. مرحبا بك أخوي خالد، الله يبيض وجهك، أنت وضيفك مطر بن شاهين الكواري، طبعا مطر غني عن التعريف، صاحب بطولات أشواط النخبة، أيضا ما ننسى بطولة البروثيوم خذوا وهم شوط النخبة، وعيالهم أيضا خذوا شوط النخبة للصغار، وأكيد راح يفيدك في المزارع وبيض الله وجهه، هو أخو جاسم الله يوفقهم إن شاء الله. الحين طلعين لكم مثل ما نقول إن قطر دائما فيها عدة فعاليات ومنافسات وبطولات، يمكن من أهم وأقوى البطولات اللي تصير عندنا في قطر بطولة القلايل. بطولة القلايل هاي بطولة معروفة، وفي طبعا منافسة على بيرق من 25 فريق. نبي نتكلم الآن عن هذه البطولة، هل السنة البطولة موجودة؟ كم عدد الفرق اللي بتشارك وعدد الأعضاء؟ بيكون معنا علي بن حمد بن ضرمان مسؤول التحكيم الميداني. يا مرحبا ومسهلا بك أبو حمد. والبقى مرحبا أخوي فهد، يا مرحبا ومسهلا، شرفتونا. الشرف وجودكم حق واجب قناة الريان، تغطي جميع الفعاليات اللي موجودة وخاصة البطولات والمنافسات اللي في قطر اللي يشاركون فيها سنويا عيالنا. نبي نتكلم عن بطولة السنة، في البداية هل السنة في بطولة؟ إن شاء الله بإذن الله موجودة البطولة. إنزين، يبدأ يعني نقول يفتح باب التسجيل من معرض السهيل، هل سجلوا عندكم فرقة حد الآن؟ طبعا حنا بلشنا مع من أول يوم في معرض السهيل التسجيل، لين إن شاء الله بعد بكرة لين ما يسكر المعرض. طبعا التسجيل عندنا عن طريق الابلكيشن، واللي جينا هنا بعد يصور عن طريق الباركود. زين، حاليا جوك انا شفت اعضاء وكذا قائد من الفرق اللي شاركوا، هل هم جو سجلوا فعليا؟ صحيح، طبعا عندنا تسجيل حاليا، ان شاء الله بعد بكره بنشوف كم الفرق اللي بتوصل. ان تعدوا الفرق فوق ال 25 طبعا بتكون في قرعه. طبعا عندنا اليه في التسجيل، ان الاولويه حق الفريق بالكامل انه ما سجل يدخل بدون قرعه، والباقي الفرق يدخلون القرعة على 5 مجموعات. يعني تبقون أنتم الحد الأعلى 25 فريق. وكل فريق كم العضو اللي فيه؟ طبعا عندنا كل فريق عنده ما ينزل من 6 أعضاء ولا يتعدى 9 أعضاء، وعندنا مشاركة معاه يقدر يدخل 4 من دول الخليج، من كل دولة عضو واحد. طيب أنا أبغى أشارك الآن وجيت في محل القلايل اللي في معرض السهيل، لكن لحد الآن أعضاء الفريق ما اكتملوا، بقدر أكملهم بعد شهر، هل يكون هناك تسجيل مبدئي ومن ثم أخلص الإجراءات؟ صحيح أخوي فهد، حين عندنا مثل ما قلت لك عندنا 6 أعضاء أقل شيء، وما يكثرون مو بزيد من 9، طبعا عندها احتياط، فحين أخرنا الاحتياط أنه يقدر يدخل الاحتياط قبل مشاركته ب 72 ساعة 3 أيام، وطبعا بيكون عندنا تسجيل إن شاء الله تعديل، يقدر يضيف ويقدر يحذف من الأعضاء، إن شاء الله بنحدد لهم لين ما نشوف الكم فريق اللي بيسجلون معنا. أخوي علي بن حمد بن ضرمان مسؤول التحكيم الميداني، بيض الله وجهك، كل أنت على ظهورك على قناة الريان. وجهك، يا مرحبا يا أبو علي، شرفتونا في محلكم، يا مرحبا وسهلا. الله يرحبك على فضلهم، شرف بهلا. طبعا أخوي خالد الكبيسي وأكيد مطر بن شاهين الكواري ومشاهدي قناة الريان الفضائية، شفنا شروط تسجيل في بطولة القلايل، يقدرون يسجلون حاليا هنا، وأيضا في تعديل عقب شهر او اكثر، شهر كم التعديل تقريبا؟ يا في 12 ولا بنحدد في شهر 12 او بيحددونهم، يعني تقدر تضيف اعضاء وتقدر تشيل اعضاء من الفريق. بالتوفيق لجميع المشاركين في بطوله القلايل، والله الله في مطر بن شاهين يا خالد الكبيسي، هذا اللي عندي، ان الله احيانا ان شاء الله نشوفكم القابله، وايضا اليوم الختامي يوم السبت في امان الله. شكرا لك يا فهد، ولا توصي بشاهين
مركز العديد، لو تتكلم عنه كمركز، ايش الخدمات اللي يقدمها بالتفصيل؟ حاليا الله يسلمك نقدم تدريب مقناص، تدريب طيور المقناص، تدريب طيور المسابقات ومزاد. مزاد ان شاء الله. اي نعم، راح يصير عندنا مزاد ان شاء الله. نعم، لكن ان شاء الله راح نبتدي مع الطيور الوحوش من توصل ان شاء الله في شهر 10 ولا في بدايه 10 ان شاء الله راح يبتدي عندنا المزاد ان شاء الله. نعم. اي لكن باذن الله، باذن الله احنا نطمح لدورات التدريبيه لعيالنا الصغار. حلو ان شاء الله، وطير وغير الطير ان شاء الله. زين، الدورات التدريبيه نتكلم عنها. اي نعم. اللي انتم تطمحون لها. اي نعم. هل بيكون في منهج معين في وقت انتم تشوفونه مناسب؟ يعني لو تتكلم عن هاي الدورات اللي انتم قاعدين تخططون لها الان. اي نعم. تكلم يعني كلمنا عن الدورات. مثلا الله يسلمك اذا كانت دورة الصقارة بنعلم الولد شلون يشل الطير، شلون يربط الطير، شلون يدعي، شلون يفرع بطيره، شلون يربط السب، شلون يربط المرسل في الوكر. الاشياء الاساسية من نعم. اي نعم. واذا حصل المجال بنخليه يهد وبنخليه يدعي في نفس الوقت. جميل. اي نعم. حلو. وهل بيكون في منهج مثلا وقت معين للدورة؟ احنا نفكر فيها الله يسلمك ان شاء الله بتكون مع نهاية الموسم، يمكن من بداية 3 ان شاء الله. بإذن الله. الله يوفقك. بإذن الله. تكلم ايضا عن يعني هذه اعداد الطير للمسابقات بشين، يعني من واقع خبرتك انت، هل الطيور سوا ولا الطير يختلف عن طير؟ لا اكيد اكيد الطير يختلف عن طير. اشرح لنا. الله يسلمك، هي اول شيء توافيق اكيد، وهالشيء عند رب العالمين. انت اللي عليك انك تشتري الطير الصح، الطير اللي يساهل حق المسابقه انه يدخل المسابقه. ما باي طير يدخل في المسابقه، هاي رقم واحد. رقم اثنين، لازم يتاسس الطير التاسيس الصح. في المسابقه انت تحتاج الطير اللي يقبض القاع. صحيح. عرفت؟ انت تاسسه شلون يقبض القاع، وشلون تقوي انطلاقته، شلون تقوي النهايه عنده. في امور كثيره بحر على ما يقولون. صحيح. خبرتنا الحين 9 سنين هذه ولا 8 سنين في مجال المسابقات، ان شاء الله نخلي ربعنا يستفيدون منها ان شاء الله باذن الله. ايضا انا بشين يعني حتى الطيور اوقات اللي تجيد في المسابقات، يعني احنا قمنا الان نتجه الى مزارع عالميه. نعم. ومعروفه. اي نعم. في ناس تسال الدم وين ومن وين ياخذ الطير. صحيح. لو تتكلم عن هالمجال او هاي النقطه. هذا الله يسلمك، في بعض الطيور مثلا ايش اقول لك، يعني مثلا جوز معين من الطيور. نعم. يعني هم عيالهم مثلا سنويا مثبتين نفسهم في المسابقات. صحيح. فتحصل قيمه الجوز هذه ولا عيال البير هذه. ايه. الجوز هذه نفسه مرتفع. ايه. حصله بغالي. فالعالم اللي ما تعرف مجال المسابقات بيقول لك ليش بهالقيمه. نعم. مثلا بخلي جير شاهين يقول لك ليش ب100,000 وحش. ايه. انا حصله برا ب25,000 مثلا. نعم. ما يدري ان هذه يعني مزرعه منجزه اخوانه والسلاله ما تظهر من البطولات. نعم. اي نعم. نعم. طيب بشاين، بتكلم انا ذكرت عن المزاد من ضمن مركز العديد. نعم. بيكون في مزاد، لو نتكلم عن هذا المزاد او شلون اعداده وطريقته. ان شاء الله راح يكون على السوشيال ميديا ان شاء الله بيكون في لايف على المزاد، وفي نفس الوقت راح يكون في متابعه على السومات الواتساب بكم. زين، الطيور من وين بتجمعون الطيور؟ هل تواصلوا معنا التجار وبيض الله وجيههم، هم يمكن هم يسمعوني الحين. اي نعم. اللهم لك الحمد، من دروا من على موضوع المركز جاوا من نفسهم والله وعرضوا علينا طيورهم انها راح تنزل عندنا في المزاد. طيب احنا نتكلم عن المركز بشاهين، انا يعني هو مجهود وفكرة جديدة من مطر بن شاهين الكوار وأيضا جاسم بن محمد الكعبي. طموحكم وين تبون توصلون؟ شنو أفكاركم المستقبلية حق هذا المركز؟ خبرتنا الكل يستفيد منها إن شاء الله في هالمجال، في مجال المسابقات. اللي يجرب المسابقة ويظهر يقول أنت أبو محسن، لو تسمع بعض العالم يقول لك المسابقات صعبة، هي صحيح صح. فودك أنك تعطيه شوي من الخبرة وتجهز له طيره وتخليه يجرب بس شلون مجال المسابقه. زين، ممكن بكره انتم تجهزون طيور تنافسكم بشاهين؟ يمكن
صحيح احنا خلاص على ما يقولون ختمت البطولات. ايه شوف احنا الله يسلمك، شوف مجال المسابقه ما فيها واحد اعلى من الثاني. الكل ابطال توافي. الكل نعم. ابطال في هالمجال أكيد. الكل أكيد. ان كان مركز ولا كان شخصي ولا كان فريق الكل ابطال، ما تدري وين التوفيق وين يروح ولا الفوز بيكون عند من. نعم. لكن انت اللي عليك الاجتهاد. الله يوفقكم ان شاء الله، واحنا يعني فرحانين وفخورين بهذه الفكره الجديده وهي من ضمن المبادرات اللي نشوفها في معرض السهيل. دور معرض السهيل في ابراز هذه الفكره ابو شاهين، دور معرض السهيل اي نعم في احتضان فكرتكم. كلمناهم وما قصروا معنا والله، كلمناهم عشان نفتتح المركز يكون في المعرض وما قصروا معنا، بيض الله ويهم. واحنا نشكرك ابو شاهين اللي تواجدت معنا اليوم واتمنى لكم ان شاء الله التوفيق. الله يعني انا فكره صراحه ما سمعت فيها عجبتني شخصيا. الله يرحمه. يعني مركز العديد، انا برد اقول اسمه مركز العديد للتدريب وتجاره صقور، فيها اخوي مطر بن شاهين الكواري وجاسم بن محمد الكعبي غنيين عن التعريف في هذا المجال. اشكرك لتواجدك معنا اليوم. الله يطول عمرك، احنا اللي نشكركم على الاستضافه وهالوقت اللي اعطيتونا. الله يجزاك خير. الله يطول عمرك. شكرا لك يا ابو شاهين. مشاهدينا وصلنا الى نهايه تغطيتنا لليوم الرابع لمعرض كتارة الدولي للصيد والصقور سهيل، ومستمرين معاكم الى العاشر من الشهر الجاري واللي بيكون اخر يوم في المعرض، الى ان نلتقي معاكم غدا الساعه 5 مساء. اشكركم باسمي وباسم زملائي فهد الكعبي وعبد الرحمن المري لطيب المتابعه، في امان الله.